انا بهمني انه ما يكونش في عندي كازينو. انا في الاردن انا رجل تبع سياحه، وانت بتعرف انه انا زلمه بشتغل مع منظمات عالميه بنعملهم دراسات تنميه المجتمعات المحليه. هلا لما تيجي انه تقول انه ضاقت فينا الدنيا كاردن انه ما فيش عندنا ولا اي برنامج او اي مشروع سياحي الا لغير القمار، هاي سياسه المفلس اللي نعم. عاجزة. هلا عندك ما يسمى بالاقتصاد الاجتماعي. الاقتصاد الاجتماعي انا اليوم الصبح جيت زي ما بتعرف كنا في كمبوديا وفيتنام. طب دكتور العقبه بحاجه لكازينو ولا الاردن بحاجه لكازينو؟ ليش العقبة بالذات؟ نعم. احنا الاردن كلياتنا 10 مليون، مساحتنا يعني بسيطة جدا، احنا بحاجة لمشاريع تنموية. طب السياحة في الاردن بحاجة الى هذا النمط هذا الشكل؟ لا 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 مش بحاجة نهائيا، اكيد مش بحاجة. هلا بدي احكي لك شغلة. هلا انت بدك توقفتني كلمة حكاها الاستاذ عن التقرير الصحفي عن طالع عن دولة السيد فيصل الفايز. نعم. اما ان نمنع كل شيء واما ان نسمح كل شيء. انا بعتبر هاي مقتل. رئيس حكومة بتفوه بهيك كلمات، هاي مقتل. هذا رجل لا يعلم شيء نهائيا. كيف اما نسمح لكل شيء او اما نمنعك شيء؟ احنا بنحكي فيه عندنا مبدأ بالعلم السياحة، هو السياحة اقتصاد بالنسبة لي. نعم. You can't paint the world in the same color. لا تستطيع ان تدهن العالم او تطلع العالم في نفس اللون. هلا احنا نختلف عن الموجود مثلا في سويسرا، نختلف عن الموجود المجتمعات اللي في ماربيا في اسبانيا، نختلف عن الموجود في لبنان. نحن ان عادات وتقاليدنا، ناس جايين يشوفوا عاداتنا وتقاليدنا الموجوده عندنا. عشان الاقتصاد دكتور اسمح لي بس بهالموضوع بسيط، باكد لك اذا انه بتقدر تعمل بس مشارات السوفينيرز الهاند كرافت بسيطه جدا، الصناعات اليدويه التحف كويس، بتشغل اعداد عاليه وبنفس الوقت بتضر الاقتصاد اكثر. ليش يا دكتور محمود؟ احنا في الاردن في عندنا بارات وفي عندنا نوادي ليليه وفي عندنا شبكات نعم للنساء نعم. تدار اونلاين وتدار ما دون ذلك ومهن ليليه كثيره، فلماذا لا يكون لدينا كازينو؟ هذا سيده بالمواقعات الكازينو انا حكيت لك يعني النادي الليلي عادي. لا تسمح لي، لا ما في شيء عادي منهم. هلا شوف انت شو المفهوم اللي بيشتغل فيه صناعه السياحه الموجود عندنا وشو مفهوم السائح عن السياحه بالاردن. نعم. مفهوم عما يعمل بالمعظم، بديش اعمم، بالمعظم مفهوم السياحه انه احنا لازم نكون بلد متحررين جدا لدرجه انه نشتغل بالبروستيتيوشن للاسف، يكون عندنا نوادي قمار، انه يكون زي بلد فلان. لا يا عمي، احنا ناس بتطلع لنا انه احنا ناس في عندنا عادات، في عندنا تقاليد يجب تحترم، في عندنا دين بنمشي من خلال سواء المسيحي ولا الاسلامي. لنتحدث بالاطار السياحي، بالمنطوق السياحي، هو بالمنطوق يعني السياحي. نحن النادي الليلي عادي، القمار عادي، والكازينو لا. لا 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 سيدي كله مش عادي عشان تكون بالصوره. هلا في من بعض يعني المجتمع يتقبل هذا ولا يتقبل هذا من منظور السائح. شدك منظور السائح؟ من منظور السائح معظم السياح اللي بيجي لهنا فكر ان طنها المجتمع الاردني حاطين هالمصلبه قدامهم ونقول الله اكبر، مقيمين الصلاه مش عارفين انه المسلمين وقفوا الشرب بدهم حداد تسكر ثاني يوم. نعم. بيجوا من غاد، هو اصلا مؤهل انه ما فيش عندك مشروب لعلمك، مؤهل وعارف بداخله اللي بس يبلش لما بيجي على الاردن يبلش يقرا على الاردن تيعرف انه بالاردن مسموح عندك المشروب. بالمعظم معظم الناس بيجوك لهنا بسموها بسياحه ثقافيه، الناس بيكونوا اعمارهم بستين اللي تقريبا تقاعد. معظم السياح بيجيك هنا سياحه ثقافيه.